خباب ابن الأرد ابن جندل رضي الله عنه. وخباب هذا من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر له ابن الجوزي رحمه الله نقولات يسيرة، لكن من تأملها وجد أن هذا الرجل يتصف بالصبر والجلد والتحمل في دين الله سبحانه وتعالى من أجل هذا الدين ومن أجل الثبات عليه. ويجد أن هذا الرجل كان متصدقا، ويجده كان منكسرا خائفا من الله سبحانه وتعالى، وجلا منيبا إلى ربه جل وعلا. قال ابن الجوزي: يكنى أبا عبد الله، وقد ابتلي فسبي رضي الله عنه، سبي واشترته أم أنمار وهي سيدته. قال ابن الجوزي رحمه الله: أسلم خباب قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وقيل كان سادس ستة أي في الإسلام. وعن طارق بن شهاب قال: جاء خبابا نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني جاء نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خبابا أتوا، فقالوا: أبشر يا أبا عبد الله، أو أبشر يا أبا عبد الله، إخوانك تقدم عليهم غدا. وكان هذا بعد فترة من موت كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا هذا النفر، هؤلاء الناس، وقالوا له هذه الكلمات، وبشروه بأن بعض إخوانه في الله سبحانه وتعالى قد أتوه أو هو مقدم عليهم، قال: فبكى رضي الله عنه وقال: أما إنه ليس بي جزع، ولكن ذكرتموني أقواما وسميتم لي إخوانا، وإن أولئك مضوا بأجورهم كما هي، يعني أنهم جاهدوا في الله سبحانه وتعالى ثم فارقوا الدنيا وهم في الابتلاء، بعضهم في الفقر وبعضهم في الضراء وبعضهم في المرض إلى آخره. قال: وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا بعدهم. شكا جماعة السلف كانوا يشكرون في النعماء ويصبرون على البلاء، ولكن مع ذلك يخافون، يعني الواحد لو والله فتح عليه ما زيسر إلا من رحم الله باغتر، لا العكس، بخاف. بيقول: أن الأوائل مع فضلهم ومكانتهم ماتوا وهم في ابتلاء، فكونوا أن احنا الله يفتح علينا فبخافوا من المسألة دي. عشان كده رب العزة والجلال قال في سورة الأنعام، وهذه الآيات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة للألباني من رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ده نص الحديث كذي. إذا رأيت الله تعالى، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا، وهذه الآيات من سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من النعم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة
فإذا هم مبلسون. فالزول يا جماعة يخاف، يعني أنت ما تفتكر إنه كونه بقيت غنيان ولا في عافية ولا كونه الله زوج لك امرأة جميلة ولا سكنت في حي سمح ولا سكنت في بيت عالي ولا ركبت عربية ولا 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 الأموال فتحت عليك، معناه أنت في خير، أنت في ابتلاء. بتكون في خير إذا استعملت النعم دي في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا الكلام يدل على خوفه من الله سبحانه وتعالى، والخوف دي يا جماعة عبادة عظيمة. الزول ليه ما يخاف الله؟ إذا كان الروح والقلب وجميع ما يملكه الإنسان أو ما عند الإنسان هو بيد الله سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. عشان كذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يدعو به، كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والمسألة دي كثير من الناس ما جايب لها خبر، ولكن احنا الدرب ده ما بدنا فارقه ثاني، ما عرفناه، وده درب الحق كتاب وسنة وما كان عليه الصحابة، ولكن ما بدنا فارقه أصله. انت ما بتضمن، انت قول نحن بنثبت ان شاء الله بإذن الله إلى الموت، والدرب ده بنختار غيره ان شاء الله، لكن اسأل الله الثبات. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وشكى رب العزة والجلال قال عن أم موسى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فتدعو الله يربط على قلبك ويثبتك على الحق ويعينك سبحانه وتعالى، وتكون خايف. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في كتاب العقيدة الصحيحة: قال بعض السلف: أسس العبادة ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. فمن عبد الله بالمحبة ومن عبد الله بالمحبة وحدها تزندق، بيبقى زنديق، بيمرق برا الدين، بيقول أنا بس بحب الله لكن لا بشتغل بجنة ولا نار. وده خلاف القرآن، لأنه الأنبياء اللي بيحبوا الله سبحانه وتعالى الله أثبت إنهم بيخافوا من الله، خافوا من النار، بيرجوا رحمة الله وبيرجوا دخول الجنة. واجعلني من ورثة جنة النعيم كما قال إبراهيم عليه السلام. قالوا: ومن عبد الله بالخوف وحده صار حروريا. حروري يعني خارجي، الخوارج الأوائل بيقولون حرورية نسبة للمنطقة البدو فيها واللي يتجمعوا فيها، حرورية حرورة، يعني بيبقى خارجي لأنه شدة الخوف بتخليه تاني أقل معصية ممكن يكفرك بها. شربت خمرك كافر طوالي، ما عنده رجاء، خوف بس. قالوا: ومن عبد الله بالرجاء وحده، قالوا: ومن عبد الله بالرجاء وحده صار مرجئا. يعني ده تاني ما بخاف، بس يقول لك إيمان أبي بكر الصديق وإيمان الزول البيقتل والزول البقع في الفواحش واحد. الإيمان ده يقول لك واحد، والإيمان ما واحد، يزيد بالطاعة وينقص بالماء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. إيمان ده بزيد. حاسي زول قاعد من الصباح نايم، صحة الساعة 10، واحد تاني من بعد الصبح قرأ 3 أجزاء ومرق عليه شغل، القرأ 3 أجزاء والنايم إيمان واحد؟ ما واحد. ولذلك الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قالوا ومن السلف: ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء
فهو المؤمن الموحد. تحب الله وتخاف من عذابه وغضبه وترجو رحمته وثوابه سبحانه وتعالى. كذي تقول موفق. الجرانة للكلام ده أن خبابا رضي الله عنه خاف: وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا بعدهم، يعني من النعم. قال: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: دخلنا على خباب ابن الأرد في مرضه فقال: إن في هذا التابوت 80,000 درهم، والله ما شددت لها من خيط ولا منعتها من سائل. البيج داير صدقة للسائل وشنو والمحروم بديه طوال. أوريك إنه الصحابة ديل عندهم زهد عظيم في الدنيا. قال: ثم بكى فقيل: ما يبكيك؟ فقال: أبكي أن أصحابي مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيئا، يعني نعيم الدنيا ما نقصن من أعمال ومن أجور، ولم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا بقينا بعدهم حتى ما نجد موضعا إلا التراب. فالزول يا جماعة دائما يستفيد من سير هؤلاء الأعلام في الصبر وفي الصدقة وفي الصفات الحسنة من الابتلاء الذي مر به خباب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة. قال ابن الجوزي: وعن قيس بن أبي حازم قال: أتينا خباب بن الأرد نعوده وقد اكتوى في بطنه 7 الكي. والكي جائز يجوز، لكنه مكروه، يعني أنه ليس بمحرم لكنه يكره. وإذا طلب العبد الكي فإنه يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب في صحيح مسلم. هؤلاء 70,000 قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني لا يسترقون، يعني ما بيطلبوا الرقية من غيره، ما بيمشي لزول يقول لا ارقي لي، ولا ينادي لزول يقول لا تعال ارقي لي، مع انه ما محرم لكن لكمال توكلهم واعتمادهم على الله. لا ينكسرون الى احد من خلق الله، ولا يكتوون، لا يطلبون الكي. لكن لو جزول لقاك التراقد قال لك دار اقرا لك قرآن ولا اذكار من السنة خليه، ما إشكال، لأن الرقية مشروعة. لكن أنت ما تطلب منه، تمشي تطلب منه والجلسة 70 والجلسة 300 والجلسة 500، وناس غريبين ذاته والله. واحدين كمان فاتحين بيوت، واحد مؤجر له بيت في أم درمان، شاب مؤجر له بيت قال برغي، الزول دخلنا عليه امرأتان، اخواننا ديل يعني حاضرين الكلام ده، اخونا احمد ده منهم، انا ما مشيت لكن هاتون شافوه الزول مشوا له زياره، ان هذا اذا ما بعدين المرأة والتي معها تتطيب وتتزين كتزينها لزوجها ثم تدخل على هذا الراقي وفي بيت ويقول لهم غمدوا عيونكم، وفي شنو اصله ذاته؟ غمدوا عيونكم ويقرا وتبرج وذاته معصيه، القران يمشي فيك كيف؟ انت ذاتك عاصي. نحن ما بنقول ما بيمشي، اذا صح التعبير ما بنقول ما فيه شفاء ليك، لكن انسان كما قال ابن القيم رحمه الله: الفأس وحامل الفأس والمكان، يعني والموضع الذي يستعمل فيه الفأس 3، في قرآن شفاء
وفي الزول اللي بيقراو يكون زول مستقيم، وفي الزول اللي بيقروا له يكون زول تمام عقيدته تمام توعظه. ما شفت الغلام في صحيح مسلم؟ الغلام ذاك قال له، قال لي جليس الملك إني لا أشفي، لكن إن آمنت بالله لأن الدعاء الله بيشفي به، وإذا مرضت فهو يشفين. أنت إذا سألت الله كما سأل أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا بابه من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. الدعاء فيه شفاء، والزول الدار يدعو موحد الغلام. بعد ده فضل اللي بيدعو له ده قال له فإن أنت آمنت، خلاص بعد ده المكان الذي يستعمل فيه الدواء بعد ده بينجح أو الشفاء لأنه آمن. فإن أنت آمنت دعوت الله فشفاك، فآمن فشفاه الله سبحانه وتعالى. جرانا الكلام ده إنسان ما يطلب الكي، لكن لو جزول شاف عيونك صفر قال لك عندك يرغان تعنك ويك طق كواك ما بتمرق من الشيء، لكن انت ما تطلب من زول، ما تطلب. يقول لك ناس يا أخي أنا مرة جاني يرغان واحد جابوه ده ذاته جم قلع زول غريب جدا، كلام ده له سنين قعدوه جاب قال جيبوا منقد، قلت أنا الحاصل شنو منقد ده، جابوا منقد جابوا منقد قال لهم جيبوا إبرة كبيرة، وأنا عيوني صفر داري افتحن زيادة الزول، جاب إبرة كبيرة، جابوا إبرة كبيرة. الزول أخذت الإبرة لما بقت حمراء قال لهم مد أصابعك العشرة تش، أنا سامعه وفي أصبع عشرة قدام قال الله مد كرعيك عشرة تحت، خدت الإناء لما تبرد ثاني البعض الله قال لي خلاص. وانا سائل عنده برميلين في البيت بيولعن بينيم ونار، يجيب الزول العيان قال الجن تسخنه، قال سخن الجن يغمسك جوا البرميل ويمرقك، والله الذي لا اله غير. هاتوا البلد دي فيها مصايب واشياء، حاجات انت بتكون صغير وحاجات كبيره، انا غايته ما غمسه لكن عنده شغل في البلد قاعد الله يهديهم. قال وقد اكتوى في بطنه سبعا فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون، تلك الصفات الأربع. لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، يعني من شدة الابتلاء، لكن نهينا أن ندعو بالموت كما في حديث أنس رضي الله عنه لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فقد طال مرضي، ثم قال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أعطينا بعدهم ما لا نجد له موضعا إلا التراب، وشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردا له في ظل الكعبة. زمان مشينا له وقاعد في ظل الكعبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا، يعني ألا تطلب من الله النصر لنا، لأنه السين والتاء للطلب، ألا تستنصر الله لنا. الصحابة دي العقيدة صحيح، عارفين النصر بيد الله، ما قالوا يا رسول الله كذا كجر لنا الكفار دي، ولا قالوا اتبين لنا في أبي جهل ده، ولا قالوا دمر لنا فلان، لأن عندهم عقيدة وما النصر إلا من عند الله. عشان كده يجوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا ألا تستنصروا الله لنا، تطلب النصر منه سبحانه وتعالى لنا. قال فجلس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس محمرا وجهه، احمر وجهه من الغضب صلى الله عليه وسلم، فقال والله لقد كان من قبلكم
أو من قبلكم يؤخذ، والله لقد كان من قبلكم يؤخذ فتجعل المناشير على رأسه فيفرق فرقتين. زمان شوف الابتلاء، قال لك الزول الأسلم يخدتوه، ده زمان في الأمم السابقة يخدتوه يجيبوا المنشار فيوضع في مفرق رأسه مفرق الشعر وينشر حتى يقع على فرقتين. شو الابتلاء يعني، ما بحلقوا له صلعة ولا بموس ولا بين زول، بيخدوا له السكين المنشار ولا بيضربوا بالسيف، لأنه السيف ده مع ضربة واحدة انت بتثبت ضربة واحدة وبتموت، لا منشار انت بينشروا في راسك وعيونك مفتحة وينشروا في الراس لما نصل الجبهة والأنف فوق لحد الجسم كله وثابت على الدين. فالنازل قال والله لقد كان من قبلكم يؤخذ فتجعل المناشير على رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك أي البلاء والتعذيب عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام إيمانه في نص الابتلاء وفي شدة الابتلاء يؤمن بوعد الله سبحانه وتعالى، وده يا جماعة دار إيمان، كونه أنت مبتلى وتحس إنه خلاص الدعوة دي انتهت، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، خلاص بعض الناس تيأسوا فنجي من نشاء، فلذلك أنت تصبر في نص الابتلاء. قال وليتمن الله هذا الأمر أمر الدين حتى يسير الراكم ما بين صنعاء وحضرموت لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى والذئب على غنمه. أمس بخاف الله ابتليه بابتلاء ولا يخاف الذئب على غنمه؟ لكن قصة زول اعتدي عليه بيجي وقت بيكون البلد آمن والطرق آمن. أخرجاه في الصحيحين عن البخاري ومسلم. طيب قالوا عن الشعب، وده يدل يا جماعة على صبر هؤلاء الصحابة، وده موقف عجيب جدا بين عمر بن الخطاب، موقف يسير يعني أنه مختصر لكن يحمل في طياته بلاء عظيما ابتلي به هذا الصحابي الجليل خباب رضي الله عنه. قال عن الشعبي بن شراحيل رحمه الله قال سأل عمر خبابا عما لقي من المشركين. عمر رضي الله عنه سأل خبابا، انت قال لي المشركون سووا لك شنو وعذبوك بشنو؟ فقال خباب يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري. قال لي شوف ظهري، ثم كشف عن ظهري. فقال عمر ما رأيتك اليوم، الابتلاء الفيق ده قال لي ما رأيتك اليوم. قال خباب بشرح لي والابتلاء يعني ظهر ده كونه ظهر ده مغير فيه آلام وعذاب أشياء بتاعت عذاب كتحريق وكجروح قد يعني برئت إلى غير ذلك. قال خباب أوقدوا لي نارا، قال السيدة بتاعتي بتوقد لي نار فما أطفأها إلا وذكوا ظهري. النار دي بخدتها في بعض النسخ والكتب وجدت. قال خباب كانت مولاتي تضع الحديد على النار حتى يحمر، والله في بعض الكتب. قال فما يطفئ إلا وذك ظهري، يعني النار دي والحديد ده ما بيطفئ إلا شنو؟ إلا الشحم بتاع ظهر. شوف العذاب ده رضي الله عنهم وأرضاهم. عشان كده يا جماعة يزو الصبر في الدين ده يتقدم. قال ابن القيم رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأنا والله لقيت درب الآخرة دي، أنا بعلمي البسيط جدا بسيط جدا
لقيت درب الآخرة دي، ولو ما استفدنا من الكتاب ده كله إلا دي يا جماعة كفاية جدا. شفت درب الآخرة عشان تصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، بس استحضر الأمرين دي، الصبر واليقين. الزول اللي عنده يقين في الله تمام تلقى متوكل، لأنه ما عنده شك. شكي بن عثيمين قال في شرح رياض الصالحين، قال المصنف النووي: باب في اليقين والتوكل. قال: قدم اليقين على التوكل، لأن التوكل يقوم على اليقين. زول يقينه في الله تمام يتوكل عليه. والدرب ده انت لو متيقن انه ده فعلا الدرب الحق، وان الله حق، وان طريقه حق، وان رسوله حق، وان دينه حق، انت على يقين ما بترجع تاني. لكن اللي في شك ده هو اللي بيكون ملاوز ملاوز. الشيء الاخر، الامر الاخر، الصبر. معرفت ده الدرب الحق، بعد ده اصبر بس، انت ما ماشي فيه اصبر. تجيك شهوات بيجاي تقفل الباب، بيجاي شبهات تقفل الباب، تتعلم ماشي تبتلى. تقال الايام دي الابتلاء ما من الاعداء، الابتلاء الايام دي من الناس القراب. والله هسه نحن اعدائنا ديل ما مبتلين، يعني ما معذبين من جهاتهم كثير، او شيء بسيط نردمون كذي وبردمونا والشغله ماشي. لكن انت كداعيه مرات بتبتلى من شنو؟ من يعني الناس القراب يعني. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. واحد يمشي كذا يسمع له وشبهة يجيك يساهر بيك ساعتين تشرح له: يا أخي أنا ما قلت لك ما تسمع له مبتدع وكذا وكذا. واحد ثاني يتصل بيك ساعة 2 صباحا، واحد يتصل بيك كذا، واحد اتصل بي كثرت مكالمات وفي النهاية أرسل لي رسالة قال لي موضوع مهم. أنا قلت هذا موضوع مهم شديد جدا، فتحت له قال لي سألني سؤال ذاته غبي خلاص. قال لي: ما الفرق، هل فرق بين زين الإنسان وزين الحيوان؟ يا قلت له ده موضوعك المهم. وأقول يا جماعة معلش هو مثال، لكن في النهاية حاجات غريبة جدا. واحد 2 صباحا يتصل بك، واحد 12، واحد يقول لك أشياء كثيرة جدا. ونحن ما متضايقين من الناس، والله نفرح جدا إنه زول يتصل بك يسألك سؤال في الدين، ولا زول يتصل بك يكون عنده مشكلة دايرك تقيف معاه، ده يفرحنا جدا، لأنه في النهاية خدت لنا منزلة إنه نحن أخوان، نحن ما دارين رفع. لكن كمان شنو؟ قد تبتلى يعني، بتبتلى واحدين يشاكلوك واحدين وما جيتنا واحدين ايه ولوم لوم لوم ثقيل جدا، فبتبتلى بس تصبر. فالإنسان في هذا الطريق يبتلى بالقليل وبالكثير. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. طيب، توفي خباب بالكوفة سنة 37 من الهجرة رضي الله عنه، وهو ابن 73 سنة، وهو ابن 73 سنة، وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن خباب رضي الله عنهما جميعا. فذا جماعة صحابي من الصحابة الذين ابتلوا في هذا الدين، ونحن نأخذ من سيرته يعني العبر ونأخذ الفوائد. ومن أبرز تلك الفوائد فائدتان: الفائدة الأولى أن الإنسان دائما يستحضر هذه المعاني، يعني ما يكون إيمانك في فترة معينة. شوف الصحابي ده في وسط الصحابة مستحضر الدين، وبعد ماتوا لما يشكروه بيبكي بيتذكر ديلك، معناه القلب ثابت. ولذلك الإنسان دائما يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويستحضر هذه المعاني الطيبة، يستحضر نعم الله عليه، ويستحضر أنه ضعيف وأنه فقير، يتذكر الآخرة الموت القبر طوالي، تذكر الأشياء دي.
الفائدة الثانية الصبر على الابتلاء. ديل خطون في نار، لما النار طفت الشحوم اللي في ظهره، نحن الآن ما خطونا في نار والواحد فينا يلمع من الراحة. فالابتلاء بتاعنا بسيط جدا، نصبر على إخواننا وعلى غيرهم ونتحمل، والإنسان ما يكون أحمق، والإنسان ما يكون يعني شديد اللهجة على أهل الخير وكذا وكذا. الإنسان يصبر على هذا الطريق حتى يلقى ربه وهو راض عنه.